هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. فيديو النهارده هنعمل فيه الميك اب اللي انا بحطه وانا خارجه، مش الديلي ميك اب، مش الميك اب اللي بيتحط كل يوم. انا ما بحطش الميك اب ده كل يوم، بحطه هو مره واحده بس في الاسبوع. وهستخدم النهارده معاكم الفاونديشن بتاع لوريال، البديل للوريال انفاليبل، لان انا لما نزلت لكم الفيديو اللي فات حطيت لكم اللينك بتاعه هنا، اللي هو بتاع ازاي تجمعي شنطه ميك اب او تجيبي احسن منتجات بارخص سعر، كان من ضمنهم الفاونديشن بتاع لوريال انفاليبل. وبنات كتير قالوا لي ان الفاونديشن ما بقاش دلوقتي متوفر ونزل منه اديشن جديد، فجبت الاديشن الجديد عشان اجربه لكم واعرفكم ان هو زيه بالظبط مع اختلاف شكل الباكج. فهو فعليا كده، فهستخدمه معاكم النهارده في الفيديو. وهستخدم معاكم كمان الكنسيلر بتاع لوريال انفيليبل اللي هو الفول وير عشان ما كنتش استخدمته قبل كده. وكمان هعلمكم طريقه رسم الايلاينر اللي انا برسمها ومميزه جدا بيها على انستجرام، لان البنات بيحبوا قوي شكل الايلاينر اللي انا بقيت مؤخرا بعمله. وبس كده يا حلوين، ما اعتقدش ان احنا نعمل حاجه جديده غير ان احنا نعمل ميك اب لوك ينفع لخروجه مره في الاسبوع، لكن مش ديلي ميك اب لوك. بس كده يا حلوين، ما تنسوش قبل ما نبتدي الفيديو ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه والقناه الثانيه بتاعه الفلوجز، وهحط لكم فوق اللينك بتاع اخر فلوج انا نزلته، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام. ويلا بينا على طول نبتدي. اول حاجه هستخدمها هو مرطب الشفايف ده بتاع لانيج. اليومين دول مايله للون الاصفر بطريقه مرعبه، يعني مش عارفه ليه عايزه البس اصفر كتير، موضوع مرعب. انا اصلا علاقتي بالاصفر مش لطيفه خالص، بس مش عارفه بقيت حباه قوي اليومين دول. هستخدم بعد كده السبراي بتاع ماريو باديسكو اللي هو بالروز ووتر. الصراحه ما صدقت ان هو جالي لانه كان وحشني جدا، بحبه قوي قبل الميك اب وبعد الميك اب، خطير. بيرطب البشره قبل وبعد الميك اب كمان، تحسوه كده بيضيع شكل البودر. هحط لكم الصفحه اللي بعتته لي تحت في الديسكربشن بوكس، بتبيع كل حاجه اوريجينال. نيجي بعد كده للبرايمر. هستخدم البرايمر ده من عند بيكسي، اسمه برايمرينج اويل، ده بالفيتامين سي. انا بحطه ليه اما ببقى خارجه؟ عشان الفاونديشن ما ياكسدش. اكشلي بتوع لوريال كلهم بيأكسدوا، فانا بستخدمه عشان فيه فيتامين سي، فما بيخليش الفاونديشن بتاعي ياكسد. انا عارفه ان في بنات كتير قوي بتقولي ما تقربيش الابليكيتر لوشك ومش عارفه ايه والكلام ده كله، بس يا جماعه هي عاده مش عارفه اتخلص منها يعني. اوكي يا حلوين، نيجي بعد كده للفاونديشن. استخدم معاكم الفاونديشن اللي هو اسمه انفيليبل 24 اورز مات كفر. ده شكله، ده بديل للفاونديشن الاديشن القديم او الشكل القديم، هم مغيرين اكشلي بس الازازه. ده الشكل الجديد، هحط لكم هنا صوره الشكل القديم بتاعه. انا عندي ده وعندي ده وجربت ده وجربت ده، فعليا ما يفرقوش حاجه عن بعض، يعني بالعكس ده ثباته اكتر من القديم. يعني انا حسيت شويه لما جيت خرجت بيه ان ده ثابت معايا طول اليوم اكتر من القديم. وانا كنت قبل كده قايله لكم ان لوريال انفيليبل القديم ده بيسد معايا طول اليوم اما بخرج بيه، لا ده فعليا سد اكتر منه. فالاديشن الجديد اجمل واحلى، وكمان الدرجات اللي فيه شويه على اصفر. الدرجه دي اسمها ريدينت فانيليا 135. طلعت فاتحه حاجه بسيطه، بس انا ما بشيلش هم ان انا اجيب منتجات فاتحه او غامقه. ليه؟ عندي الدروبس اللي بتغمق وبتفتح، فما بشيلش هم الدرجات اصلا. يعني بمعنى اني لو مثلا رايحه اشتري الفاونديشن ده من على نون مثلا، والفاونديشن ده ثمنه مثلا 200 جنيه مثال، يعني انا مش فاكره الصراحه كنت جايباه بكام، هحط لكم سعره على الشاشه، بس مثلا ده 200 جنيه والدرجه الفاتحه مثلا اللي زي دي عامله 150، اخد الفاتحه وغمقها مفيش مشكله. دي الطريقه اللي انا بوفر بيها فلوس الصراحه، على العكس مثلا من ناخد درجه اغمق مني شويه وتبقى مناسبه. طب ما انا عندي الدروبس، فاهمين؟ فبدل عندي الحاجات اللي بتغمق وبتفتح، ما بشيلش هم درجات الفاونديشن اصلا. واحطه على بشرتي، هو شويه فاتح شويه، فانا هغمقه شويه بالدروبس بتاعه ذا بادي شوب. بعد كده هدمج الفاونديشن بالفرشه اللي بقت ادمان بتاعه الفاونديشن دي من عند عهود. يعني بصوا بقت فعليا ادمان ادمان. اوكي حبايبي، وده بعد ما وزعت الفاونديشن. خليني اقرب لكم كده عشان اوريكم التفاصيل بتاعته قد ايه شكله حلو قوي على البشره، مش بيظهر المسام خالص، يعني عينيكم مش بتروح على المسام على طول، احساسه على البشره خفيف، مش بتحسوا ان انتوا حاطين طبقه، بالعكس خفيف جدا جدا جدا. الفينش بتاع التاني يمكن باودري اكتر، ده الفينش بتاعه مش باودري اوفر زي التاني. يعني الاول واحد او الاديشن الاولاني اما بتحطيه تحسي لا خلاص كانك حطيتي باودر منشف بشرتك على طول، لكن ده مش مديني الاحساس الباودري على الرغم من انه ثابت اكتر من الاديشن الاولاني يعني. فده شكله على بشرتي، واللون حساه نوعا ما مناسب. بس انا اكشلي بحب قوي ان انا احط فاونديشن دايما اغمق مني، يعني انا عندي المرض ده مش عارفه ليه، بس ده
درجتي، بس انا هغمق روحي دلوقتي بالبرونزر. نيجي بعد كده للكنسيلر بتاع لوريال اللي اسمه انفيليبل فول وير. الكنسيلر ده انا سمعت عنه اختلافات في الراي مش طبيعيه، ناس بتقول ان هو وحش وتقيل تحت العين وشكله كيكي ومش لطيف خالص، وناس تانية حبته جدا وشافت نتيجته دي احلى حاجه في الدنيا. اقول لكم بقى انا على رايي، بما اني استخدمته الفتره اللي فاتت دي بتاع 3 ايام ورا بعض كل يوم نزول، الكنسيلر حلو جدا جدا، بس في حاله ان انت ما تكتريش منه لان هو اوريدي تغطيه عاليه، يعني هو اصلا سمكه تقيل والكنسيلر تقيل، فانت مش محتاجه ان انت تحطي منه كميه كبيره زي الكنسيلر كده بتاع تو فيزد، فاهمين؟ هو اصلا تقيل فما ينفعش تحطي منه تحت عينك كامله، هو بس تحطي نقطه وتوزعيها، بلس ان لازم تكوني مرطبه تحت عينك كويس جدا 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 قبل ما تستخدميه، لان هو شويه بينشف تحت العين، فبيتهيألي اللي كرهوه ما كانوش مرطبين تحت عينيهم او حطوا منه كميه كبيره. انا طبعا زي ما قلت لكم بروح اجري على الحاجه اللي سعرها رخيص حتى لو درجتها غامقه مفيش مشكله، لان انا عندي كنسيلرز كتير تصلح المشكله دي، زي مثلا الكنسيلر بتاع سكترا ده درجته فاتحه جدا عليا فعليا بيضه، فبعوضه ببعض. اكشلي الاثنين مع بعض حلوين جدا، بس انا استخدمته لوحده من غير ما احط معاه اي حاجه، فعليا الفينش بتاعه حلو قوي. خليني اقول لكم بقى انا ايه بحطه ازاي. شايفين هو الدرجه دي غامقه، اكشلي هي اغمق كمان ما هي ظاهره على الكاميرا. ريحته بقى مش قادره اقول لكم مسكره ازاي، كراميل بجد، ريحته كراميل. انا بحط بالظبط الكميه دي كده، واكشلي بما ان اللون ده فيه سنه كوركتور، الدرجه دي حلوه قوي لو انت عندك هالات وعايزه تكنسليها قبل الكنسيلر. الدرجه دي كام يا دعاء؟ خلاص لقيتها، رقمها 314 بيج، تمام دي درجتها. شايفين حتى بيأكسد شويه، وباخد بعد كده عليه الكنسيلر بتاع سكترا واحط بس برضو على المكان اللي انا حطيت فيه الكنسيلر، شايفين؟ فاللون اتوازن شويه. الكنسيلر ده زي ما قلت لكم فيه كوركتور، يعني البنات اللي عندها هالات وعايزه تجيب حاجه تكنسل بيها الهالات ومش عايزه تحط اللون الاورنج عشان ما بيظبطش معاها، هاتوا الدرجه دي عشان دي الاندر تون بتاعها اورنج، فهيكنسل معاكي الهالات. بعد كده باخد اي لوس باودر، هستخدم اللوس باودر دي من عند فوريفر 52، هي ترانسلوسيد يعني شفافه ملهاش لون، وباخد بفرشه دمج كده كبيره شويه، ده اللي انا بعمله اما ببقى خارجه اكشلي، ولا بعمل بيكنج ولا بتنجان، باخد فرشه كده وباخد شويه صغيرين من الباودر وببدا اتاب تحت العين بشكل خفيف بحيث ان انا اثبت، بس في نفس الوقت ما يبانش تحت عيني في باودر كتير. بعد كده هرجع اخد فرشة اكبر شوية وانفضها وابدأ اثبت كل وشي. وطبعا بما اننا في الصيف فلا يمكن لا يمكن استغنى عن البرونزر، ان كان صيف ولا شتا الصراحة، فهستخدم البرونزر ده بتاع ماكس فاكتور. البرونزر ده بالذات بحس ان وقته الصيف، يعني تحسوا ان انا فعلا بهلكه اكتر في الصيف. الدرجة دي اسمها 02 برونز، وده لونها لونها كده ما بين الاورنج والرمادي، يعني ما تحسوهاش رمادي قوي ولا بتحسوها ان هي اورنج، شكله على البشره اصلا تحفه. هحط لكم تحت في الديسكربشن بوكس اللينك بتاع موقع نون اللي انا جبت من عليه الفاونديشن والكنسيلر، مش عارفه نون او نون تقريبا. ودلوقتي بقى عندي ديسكاونت كود في حاجات كتير قوي، هحطها لكم تحت في الديسكربشن بوكس. بقى عندي ديسكاونت كود لباث اند بادي وركس، وعندي ديسكاونت كود اعتقد لامريكان ايجل، وكمان لاتش اند ام، وايه تاني مش عارفه، بس هحط لكم كل الديسكاونت كود بتاعتي تحت في الديسكربشن بوكس عشان لو عاوزين تشتروا اي حاجه اونلاين، وهدلعكم هدلعكم ديسكاونت كود بعد كده. نيجي بعد كده للبلاش، هستخدم البلاش ده من عند ايسنس، مش عارفه الفتره دي بقيت لازقه فيه قوي. الدرجه دي اسمها 10 بيتش مي اب، دي درجه بلاش حلوه ان هي شكلها ناعم، مش تحسوا ان انتوا كده ايه واخدين بوكس في غدودكم، اللي هو الحمار اللي هو الكيوت ده، عارفينه. للحواجب هستخدم قلم الحواجب ده من عند شي جلام، وانا ليا ديسكاونت كود برضو عند شي، انا هحطه لكم تحت في الديسكربشن بوكس، هيديكوا خصم حلو قوي. انا بحب القلم بتاع شي جلام ده قوي لان هو بيبين حواجبي شكلها حلو وطبيعي. وبعد كده يا حلوين هاخد صابون الحواجب ده اللي هو اسمه كيس بيوتي، الوحيد اللي لسه لغايه دلوقتي بالنسبه لي هو الاحسن في تثبيت شعر الحواجب الصراحه يعني، وهحط عليه شويه سبراي وهاخد كده بالفرشه وابدا اسرح على خفيف
بحيث الشعر بتاع الحاجب بيبقى ماشي كده كله مع بعضه ويبقى شكله حلو. نيجي بعد كده للاي شادو. انا اكشلي بستخدم اي باليت اي شادو الاقيها قدامي، يعني مش شرط حاجه معينه كل يوم، بحاول اغير يعني عشان استخدم الحاجات اللي عندي. فهستخدم معاكم النهارده الباليت بتاعه ميت مات روميني. احنا اصلا مش عايزين ناخد الوان كتير، فخلينا نجرب نستخدم الباليت دي النهارده. لو انا هخرج في استخدامي اليومي، اول حاجه هاخد هو لون انتقالي كده عشان يدفي لي عينيا، لان انا بعمل الكلام ده اصلا بالظبط بالظبط في تلت ساعه، هوبا 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 وبخلص الميك اب كله يعني. وهاخد بيمبرش صغيرة ونفس ده هحطه تحت العين. بعد كده هاخد اللون البني ده وادمجه بسنة برجندي، سنة صغنونة، وابدأ احطه على الجفن المتحرك. تقدري تستغني عن الخطوة دي وتحطي لون شمر يديكي لمعة ويخلي عينيكي باينة فريش. من الحاجات اللي لا يمكن الاستغناء عنها في الميك اب عموما، مش يومي بقى ولا خارجه بتاع، والقلم النود بتاع رمال. يعني بصوا حتى الفرق بين العين اللي حطيت فيها والعين اللي مش حاطه، دي تحسوه عملت كده مره واحده، فما اقدرش استغنى عن القلم النود جوه عينيا. اوكي، نيجي للخطوه الاكثر شهره على انستجرام وهو الايلاينر بتاعي. دايما دايما اما باجي انزل الايلاينر بيكون اكتر حاجه مميزه، مش عارفه ليه، بس اليومين دول الايلاينر بتاعي واخد شكل تاني كده، انا بقيت حباه، فيا رب يظبط لان انا دايما لما باجي اصور بيبوظ. فيلا هستخدم الايلاينر ده، اسمه تشاو، جالي من صفحه اسمها يلا شوبينج، هحط لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن بوكس. بصوا بقى انا برسم الايلاينر بتاعي ازاي. باخد الفرشه بتاعت الايلاينر وباجي من نص العين كده واعمل خط مستقيم عشان لازم اسكت، شايفين، لغايه اخر خط العين وبقف، ونعمل الناحيه الثانيه. اوعوا تكملوا، نعمل الناحيه الثانيه كده، واحاول يكونوا الاثنين نفس الطلعه، فاهمين. بعد كده هاخد من اخر العين خط واطلع بيه فوق، مش بقول لكم دايما لما اجي ارسمه لازم يبوظ، واروح مكمله عليه بخط الايلاينر ده، وبعد كده ارجع املى المثلث بتاع الايلاينر. اوكي لا ما خلصناش على كده، استنوا، بروح بقى جايبه ايه، شايفين من اخر العين بعمل زي كيرف كده او دايره كده، واروح ربطها بخط الايلاينر، واروح سحباله خط كده كانه الشادو بتاعه. يعني اكسر رموشي، بكسرت الرموش دي اوكي، والناحيه الثانيه ما بتكسرش الرموش، قصدي هستخدم بعد كده الماسكرا دي من عند ايسنس اسمها فوليوم ستايلست. دي يا جماعه مش بتطبع، يعني انا مش عارفه هي ووتر بروف ولا لا، بس انا جربتها كذا مره ونزلت بيها طول النهار مش بتطبع معايا يعني. فيلا الاول ما بحط الماسكرا دي، تراك دي تريك مهم قوي. بصوا بمشي كده الماسكرا على اطراف الرموش. هتقولي لي يا دعاء ما يمسك فيها الماسكرا ومش هنعرف نصلحها، لا هنعرف. وبعد كده شايفين زجزاج كده. طبعا انا بطلت احط عدسات، يعني مش اعتزلتها بس بقيت استسهل ان انا محطش عدسات وانا خارجة، بقيت احب لون عينيا بالعكس، حاسة احلى من اي عدسة، مش عارفة بس بقيت احب لون عيني قوي قوي قوي. نيجي بعد كده للهايلايتر. انا عارفه ان في ناس بتحب قوي الهايلايتر زي كده، بس بيبقوا عايزين يحطوه بالنهار، بس احنا عارفين الهايلايترز قد ايه بتبقى قويه بالنهار وبيبقى شكلها مش قد كده، باين انها فرح. ففي حاجه كده اتعملت اسمها الليمينيتر، ده موجود في اغلب البراندز، هي حاجه كده زي بلوش هايلايتر او هايلايتر واخد تنت بسيط بحيث يدي البشره جلو صحي، بس عمرك ما هتشوفي ذره لمعه غير الحاجه اللي هي الجلو، مش هتشوفي حبيبات على بشرتك. زي ان واي اكس كده منزلت حاجه زي كده مكتوب عليه اليمينيتر، ده بيبقى شكله اللي يشوفه يقول بلاش، بس هو اكشلي هايلايتر واخد تنت البلاش كده شويه. فخليني كده اوريكم بيعمل ايه في البشره، شايفين بيدي البشره جلو،
بس عمرك ما هتاخدي بالك ان اصلا في منتج محطوط ينور المكان ده. هحاول اجيب لكم البراندز اللي عامله الايلينيتر عشان تبقوا عارفينها عشان لو صادفتوها تاخدوا منها. يعني نيجي بعد كده لللبستيك، هستخدم اللبستيك ده من عند اوتو او، ده من عند امال حجاجه، هحط لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن بوكس، وده درجته A02 سويت نوثينج ليب جلاد تقريبا او جليز تقريبا، يعني ده درجته صيفي قوي وانا بحب احط لما اكون نازله بالنهار. واخر حاجه احطها هو السبراي بتاع ماريو باديسكو. وبس كده يا حلوين، ده الفاينل لوك. زي ما انتم شايفين شكل البشره بجد حلو جدا جدا جدا، والفاونديشن بتاع لوريال ده فظيع، حتى الاديشن الجديد حلو، يعني ما زلت على رايي عليه فاونديشن يسد معاكي في اليوم الصيفي. وشكل كمان الهايلايت على البشره حلو جدا. انا ده الميك اب اللي انا بحطه وانا خارجه، اللي هو الخروجه الاسبوعيه، لكن مش ديلي يوز. يعني انا لو بخرج كل يوم مش هحط الميك اب ده كله كل يوم، انا كده بقتل بشرتي كل يوم الصبح بقوم اقتلها. فكده الميك اب بتاع خروجة الاسبوع زي ما بيقولوا. كل المنتجات اللي انا استخدمتها اكيد هتلاقوها موجودة تحت في الديسكربشن بوكس، ولو معايا لينك لاي منتج من المنتجات دي كلها اكيد برضو هحطه لكم تحت في الديسكربشن بوكس. ما تنسوش قبل ما تمشوا تعملوا لايك للمانجا الحلوة دي، وتنزلوا تحت تكتبوا لي كومنت جنبي مانجا، كده اعرف ان انتوا وصلتوا للاخر. لكن لو وصلتوش للاخر مش هلاقي مانجا في الكومنت، فانزلوا اكتبوا لي تحت في الكومنت اي كومنت واكتبوا جنبيه مانجا او حطوا صوره المانجا. وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناه دي والقناه التانية بتاعت الفلوجز، وكمان تعملوا لي فولو على انستجرام. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.